السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم على قناتكم أجنس أولي مرتيز. جينيكم إن شاء الله اليوم بفحل فيديو جديد. صراحة هذا الفيديو هذا مهم بزاف، خصوصا الناس اللي باغيين يشريو الشقق في المدينة ديال مرتيز. طبيعة الحال دابا حيت جا الموسم الصيفي، كما كتعرفوا المدن ديال الشمال كيكون عليهم الاقبال بزاف، وصراحه بزاف ديال النصابه كيكثروا عندنا هنايا خصوصا في المدينه. داكشي علاش بغينا نعمل لكم هذا الفيديو هذا، باش نعطيكم المعلومات اللي ضروري خصكم تردوها البال قبل ما انكم تطيحوا في شي مشكل. وقبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، نخليكم مع واحد الرد اللي صراحه هاد الانواع ديال الردود هما اللي كيخليونا نمشيو نصاوروا لكم بعض العروض، واخا ما كيكونوا شي تابعين لينا. بعض الناس كيسولونا زعما على حسب المعلومات وداكشي، وكنقولوا لهم بلي حنايا جوست عير بغينا نشاركوا معكم هاد المعلومه. وصراحه هادشي كيجينا من الردود ديالكم، ومنهم هاد الرد هذا اللي غادي نخليه لكم في هاد الفيديو. شكرا لك بزاف اوليدي، الله يمتعك برضات والديك والله يعطيك الجنه، ولا باقين عندك والديك الله يطول عمرهم في طاعه الله، والله يمتعك برضاتهم يا ربي، والله ينقي طريقك من الشوك. شكرا 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 بزاف، شكرا والله العظيم، الله ييسر امرك، الله ينور طريقك، والله يحفظك من ولاد الحرام يا ربي. راني اتصلت ولدي بهذاك السيد وقال لي تجي حتى تجي لهنايا ويكون خير، يعني دار معايا احسن نمشي، يعني ما كاينش ريزيرفاسيون، خلي حتى نمشي لعندو ان شاء الله. والله يجازيك بخير ولدي، والله الله يرضي عليك، فرحتيني، الله يفرحك ودخول الجنه ان شاء الله. شكرا لك بزاف، نهارك مبروك ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر يا رب. السلام عليكم ولدي. هذا الاوديو هذا اللي سمعتوه هو جاء من بعد الاستشاره اللي طلبتها معنا السيده، وعطيناها جميع المعلومات اللي هي بغاتها. كنبغي نذكر المشاهدين بان اجونس اولي مرتيل هي دايره سيرفيس اللي يمكن تفيريفي به لي زوفر اللي نتوما كتشوفوهم سو انترنيت، يعني اي عرض شفتي سو انترنيت ممكن تصيفطوا لينا ونقوموا لك حنايا بهذه الخدمه هذه، يعني نمشيو نعاين المكان، يا اما نفيريفيو لك بالفيديو، يا اما نديرو معاك ابي الفيديو ونعطيوك لي زانفورماسيون كثر على داك العرض اللي شفتي. داكشي علاش شفتوا هذا الاوديو هذا، وهي كتشكر فينا بحكم اننا حاولنا نعطيوها الماكسيموم بوسيبل ديال المعلومات. كنبغي نذكر ثانيا بان الناس اللي باغيين يكريو، صراحه حنا كنتعاملوا عبلي ريزيرفاسيون، ديجا عندنا الناس اللي كيتعاملوا معنا في الاعوام السابقه، دونك يعني ما كنقدروش اننا السيد مثلا اذا كان غادي يجي في نفس النهار نقوموا معاه بالخدمه. داكشي علاش الناس اللي باغيين يديروا معنا الكرا اللي هو كيكون يومي، فما عليكم غير تريزيرفيو قبل، حيت الصراحه الاغلبيه ديال العروض راه ديجا كيكونوا كومبلي، يعني شهر 7 دابا حاليا راه الاغلبيه فيهم يعني مابقاوش فيهم الايام متخاويين. داكشي علاش ممكن انكم تتواصلوا معنا في الرقم ديالنا، ونعطيكم بيان سور لي زوخ اللي مازال ديسبونيبل. اولا كنبغي نحضر مع هذا الحساب هذا اللي هو واحد الحساب اللي كيبارطاجي انه عنده لوفر ديال اسباس السعاده، وبان كتبيع هذا لابارتمون هادي. المهم في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم كيفاش حاولنا اننا نكشفوا هذا السيد هادي ولا هذا السيد اللي كاين وراء هذا الحساب هذا، وكيفاش حتى نتوما تعرفوا واش بصح يعني هاد الناس كيبيعوا اولا غير كيضحكوا باغيين يديو لكم فلوسكم. صراحة بزاف ديال الناس موصينا على العروض ديال اسباس السعادة، شي حاجة ديال التنازل. داكشي علاش حنا ملي شفنا هاد السيدة هادي كتبارطاجي قلنا علاش لا ندخلو عندها ونسولوها كما كتشوفوا في هاد الصورة هادي. فأول حاجة اللي بغي نذكر بها هو أنكم صراحة ملي تشوفوا شي أوفر سو انترنيت ضروري تسولوا شي واحد اللي كيعرف الدومين، يا إما شي أجونس اللي ديجا كاينه في عين المكان، يا اما تشوفوا مثلا شي نوطير، يا اما تعيطوا للتليفون ديال السعاده. وبيان سور هاد المعلومه ماشي ضروري في السعاده، ضروري في اي ابارتمون كتباع ضروري تقلبوا على دي زانفورماسيون اللي هما حقيقيين، حيت باش كتشوفوا في هنايا السيده مبارطاجيها وديجا كاين دي كومونتير بزاف، واللي غادي يزيد يصدمكم بانها دابا وساعه كتبارطاجيها، يعني ماشي عاد. وبحكم التجربه ديالنا حنايا فكنعرفوا بان لي زابارتمون ديال التنازل فما يمكنش يكون الشخص اصلا سكن فيهم. داكشي علاش سولناها، وكما كتشوفوا هنايا في هذه التصويره هذه سولناها كيفاش واش لابارتمون يعني فيها الاتات وانتينا باغا تبيعها، وكما كتشوفوا هنايا في الاجابه ديالها بدات كتضحك. صراحه ما عارفينش واش هذا السيد سيده ولا سيد، فعليها ضروري الناس اللي باغين ياخذوا ما عند
الناس ديال التنازل شي حاجه، حاولوا انكم تقلبوا على لانفورماسيون الصحيحه، يعني ما تصيفطوش، مع العلم انها دابا ساعه كتبارطاجي كان هادشي المعلومات تبارطاجاو العام اللي فات، وديما كيعطيو ديك المعلومات ديال راه انا غادي نكون نهار الثلاث هنا في لابارتومون، راه انا غادي نقدر نجي نهار الاربع، راه غادي نكون عيف هاد النهار هذا، باش كيحاولوا انه يوهموا الناس انهم زعما ما عندهمش ديك الفرصه باش انهم يجيو ويشوفوا وكيسولوا وكيصيفطوا الفلوس ديال لافونس، ولا يقدر يصيفط الاخر مثلا يقول له هاك واحد 1000 درهم وخلي لي لابارتومون نجي ليها. داكشي علاش حضيو راسكم بزاف خصوصا مع هاد النصابه هادو، كما كتشوفوا هي صراحه ديجا بارطاجاتها في 2022 وكانت كتعطي نفس لافورماسيون بانها زعما غادي تكون غير نهار اثنين، بانها غادي تكون غير نهار الاربع، وهذا الشيء صراحه يقدر يخلي الناس انهم يصيفطوا الفلوس. وداك الشيء داكشي علاش صراحه اي واحد باغي ياخذ شي ابارتومون حاولوا تعملوا لا ريغيرش ديالكم. اياه القضيه ديال لوفر مزيانه وهذه ضروري الانسان خصو يعمل اللي عليه باش انه يجي في اقرب وقت وداك الشيء، ولكن حضيو راسكم الناس بحال هادو اذا دخلت غير البروفيل ديالهم غادي تحاول انك تعرف الحقيقه ديالهم. داكشي علاش حنايا كنوصيو حاولوا انكم تتعاملوا مع لي زاجونس، حاولوا انكم تتعاملوا مع الناس اللي ديجا قدامين في الدومين، يعني ملي كتدخل لاباج ديال الشخص ولا هذا كتشوفوا ديجا مبارطاجي لي زوفر اكسيتيرا، اولا حاولوا تشوفوا الناس اللي كيقدموا نفس لي سيرفيس اللي كنقدموهم حنايا ولا كيعطيوك الحقيقه ديال لي زوفر اللي هما ديسپونيبل، فاي حاجه فيها شي اشكال ولا شي حاجه بيان سو غادي يوصلوها هما قبل ما انك تعذب انت، وبيان سو غادي يكون داكشي باثمنه اللي هما احسن من الثمن اللي غادي يضرب. داكشي علاش حاولوا انكم تقلبوا بزاف على لي زانفو اللي هما صحاحين، ان شاء الله تلقاو داكشي اللي نتوما باغيين. بغينا غير نبارطاجيو معكم هاد الاكسبيريونس هادي اللي صراحه سالت في بلاصتها، بغينا اننا زعما نشوفوا هاد لوفخ هادي ونبارطاجيوها معكم وتكون صراحه حقيقيه والناس بيان سو يجيو ياخذوها. ولكن كما كتشوفوا كما كيقولوا اللي كيقلب على شي حاجه رخيصه راه يقدر تخلي النص ديال الثمن ديالها، ونتلاقاو بيان سو في فيديو واحد اخر. وبالنسبه للفيديو الجاي غادي نوريكم اغلى شقه في السكن الاقتصادي، كما كتسمعوا اغلى شقه في السكن الاقتصادي اللي تقريبا الثمن ديالها كيبدا من 700 درهم في لي بيريود اللي ما كيكونوش فيهم طلب بزاف، وبيان سور في لي بيريود بحال هادوما فكيوصلوا حتى ل 1000 درهم كما كتشوفوا هنايا. بيان سور هنا راه ديجا الناس طلبوها يعني ماشي اول مره، فديجا هذا لوفر هادي مطلوبه بزاف، زائد اننا نحاولوا نبين لكم بان الناس اللي باغيين يدخلوا لهاد القضيه ديال الكراء اليومي فبيان سور راه كاين فيها المشاكل وكاين فيها بيان سور حتى الحاجات اللي هما مزيانين، غير هو كما كتعرفوا دائما اذا بغيتي الكليون يرجعوا لك فخصك تكون كتقدم لي سيرفيس مزيان. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نوريكم هاد لوفر هادي، وبيان سور غادي نعطيكم علاش هي ساويه هاد الثمن هذا. فاذا كنتوا من الناس اللي ماشي مشتركين يمكن انكم تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالنا. كما كتشوفوا فهذه هي المنطقه ديال مرتيل، كاين هنايا بزاف ديال لي زوفر كل حاجه والاثمنه ديالها، مثلا هذه هي 1000 درهم هذه 200 درهم، فهاد السيت هذا كيعطيك الاثمنه وكيعطيك بيان سو حتى البلايص فين جاو هاد لي زابارتومون. ديجا حنايا كنخدموا مع الناس بهذا لو سيت هذا واللي بيان سو كيعتمد بزاف على العرض والطلب، فكل ما كان العرض بزاف فكيكون بيان سو الثمن ناقص، وكل ما كانت لوفر فيها الحاجيات اللي هما مهمين فبيان سو غادي يكون الثمن تاعها طالع. كما كتشوفوا هنايا المشكل ديال لا كونيكسيون صافي، لابارتومون اللي هضرنا عليها فهذا هما البلايص ديالها، شفتوا هنايا ملي كتقرب كيعطيك لي زوخ واحدين اخرين. ان شاء الله هذا هو الفيديو الجاي ونتلاقاو في فيديو واحد اخر.